بهنيك النهارده على المباراه، التعادل نقطه في المجموعه، الاداء كويس لنادي الزمالك النهارده، في ثقه عند اللاعبين. الشوط الاول كان افضل بكتير، انا عارف رغم الاداء اختلف في الشوط الثاني بسبب الحراره والضغط كمان في الملعب. في صيام، كل اللعيبه صايمه وحراره عاليه جدا اثرت على اداء الفريق بشكل كبير جدا. راح مننا فرص كثيره جدا الشوط الاول، اربع خمس فرص على الاقل مؤكده يعني، لكن الحمد لله بنحمد ربنا واتمنى ان احنا نصعد احنا والنادي الاهلي مع بعض باذن الله. ثقه كبيره كانت عند حضرتك، ثقه كبيره كانت عند اللعيبه كمان في الملعب، ثقه الجماهير، ده اعتقد نوع ايجابي جدا مع الزمالك، اعتقد يفيد الزمالك في المستقبل باذن الله. الحمد لله يعني انا يعني بحب العب المشاهد ديت، يعني ريلاكس فيها جدا، متعود على اللعب في الماتشات الصعبه يعني. لعبت امكانياتها بسم الله ما شاء الله، لعيبه جيده جدا، ولو ان طبعا انا بقالي بس 10 ايام مع الفرقه، ف يعني مش كافيين يعني. كابتن محمد يوسف مع الفرقه بقاله مده، انا 10 ايام لسه البصمه لسه لم تظهر بعد، لان شغلنا بيحتاج الوقت. اتمنى ان في القادم باذن الله نقدم صوره احلى وشكل احسن. الشوط الثاني قال ده شويه بسبب الحر كابتن، اكيد طبعا، والصيام اللعيبه كلها صايمه والجو حر جدا، فالعمليه 100% الفنيه الماديه. انا اعتقد ان هي ضربه جزاء غير صحيحه بالمره، واعتقد كل الناس اللي شافوها قالوا هذا كان فنيا. خروج محمد ابراهيم، دخول شيكابالا، انا طبعا الله يكون في عون العيال، محمد عمل 100 مشوار في الشوط الاول، 100 مشوار يعني 100 سبرنت 60 70 متر يخلصوا على اي حد، واحنا في الصيام وجو حر جدا. حسيت ان محمد يعني البدني قل شويه، فكان ضروري اغيره، غيرته في شيكابالا يعني، طلعت نجم كبير ونزلت نجم اكبر يعني. حابب تقولي للجونه واهل الجونه والناس اللي انا بشكرهم جدا، بشكر الحاج احمد الصحيفي، الله يخليك، بشكر الحاج احمد الصحيفي، بشكر اهل ساويرس على استضافتنا، واحنا سعداء جدا هنا في الجونه، بشكرهم، بشكر جمهور الزمالك وجمهور الاهلي اللي قدموا صوره برضه حلوه النهارده، وبشر بشكر كل الناس اللي جم النهارده، الاعلام كله بشكرهم على حضورهم والمشقه من هنا. بدايه لعوده الدوري بجماهير ان شاء الله كابتن، اتمنى يعني، اتمنى وادي شفت الجمهورين مع بعض، ما فيش اي مشكله. الحمد لله، توفيق يا كابتن مصر ان شاء الله.